السؤال التالي بعد هذا من أخت مكلومة تقول: إخوتي أبوا أن يعطوني حقي في ميراث والدي، ويريدونني ويحملونني على أن أمضي على ورقة، على وثيقة، أنني ليس لي شيء في الميراث غير الجزء البسيط الذي سمحوا به. أنا وافقت، وبعد الاستخارة وجدت نفسي تغيرت جدا، ومصممة أن أخذ حقي كامل مكمل كما تقول قبل ما أمضي على ورق، مع العلم أن هذا قد يؤدي إلى قطيعة رحم، لأن أحدهم قال: لو عملت هكذا، أو لو عملتم أيها البنات هكذا وأخذتم ما لكم، تأملوا في التعبير، وأخذتم ما لكم أي وأخذتم حقكم، انسوا تماما أن لكم إخوان مرة أخرى. الأمر فيه تشعبات كثيرة. مشهد مأساوي يجسد صورة من صور الظلم الصارخ الذي تعج بها بعض مجتمعاتنا المأزومة والمنكوبة، ولعلها من بعض الأسباب التي تستجلب سخط الله جل وعلا وتستوجب نقمته وعذابه. إن الله جل جلاله يقول: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الآية نزلت في أوس بن ثابت الأنصاري، توفي وترك امرأة وثلاث بنات، فقام رجلان ابن عم المتوفى ووصياه سويد وعرفجة، أخذ ماله ولم يعطي امرأته ولا بناته شيئا، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء كالجاهلية المعاصرة في بعض المواضع، ولا الصغير وإن كان ذكرا. ثم يقولون: لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل، وطاعن بالرمح، وضارب بالسيف، وحاز الغنيمة. فذكرت أرملته ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعاهما فقال: يا رسول الله، ولدها لا يركب فرسا ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا. فقال صلى الله عليه وسلم: انصرف حتى أنظر ما يحدث الله لي. فأنزل الله تعالى هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الخلاصة أحبتي في الله، إذا مات الميت أصبحت أمواله كلها ميراثا بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا، وقد تولى الله بنفسه قسم التركة بين الورثة، لم يدع ذلك إلى أحد من خلقه، وجعل ذلك قرآنا يتلى على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. ومن راغم الشرع المطهر، ومن حاد الله ورسوله، ومن شاق الله ورسوله، فقد استهدف بنحره لحرب الله. إن الله جل وعلا قال بعد ذكر آيات المواريث: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إجبار الفتيات على التنازل عنوة وكرها عن حقوقهن التي أعطاها الله لهن من فوق سبع سماوات ظلم صارخ وقساوة بينة لا يفلتها الله جل جلاله أبدا. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يا أيها الظالمون لأنفسكم، يا أيها المفرطون في جنب الله عز وجل، يا أيها الباغون على حقوق ذوي الرحم وذوي القربى، لو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي منهما. أحرج على حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، هكذا قال سيدي وسيدكم جميعا، أحرج على حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فهذه رسالة إلى إخوانها أن يتقوا الله عز وجل، وأن يبذلوا الحقوق كاملة طيبة بها أنفسهم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ويوم يعض الظالم على يديه
يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. أسأل الله جل وعلا أن يقذف المودة بينهم والهدى في قلوبي. يا أختاه طالبي بحقك لكن بمنتهى الحزم، نعم، لكن بمنتهى الرفق ومنتهى الأدب والمحافظة على صلة الأرحام والمحافظة على الكلمة الطيبة والمعاملة الطيبة. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لما يحب ويرضى. مما تستعينين به على هذا بعد صدق اللجئ إلى الله عز وجل أن تبتغي إليهم الوسيلة من خلال الشفعاء من الوجهاء والصلحاء وأهل العلم وحملة الشريعة، لعلهم إذا تدخلوا بينكم وقدموا نصيحة خالصة لله عز وجل لهم، أرجو أن يفتح الله لها مغاليق قلوبهم وأن يشرح الله لها صدورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين.